اليوم راح ننقل لكم فشي اول مره نقرا بصراحه. دخلنا في احد الحدائق في ارمينيا في احد المزارع، راح ننقل لكم صور فاكهه الكرز على الاشجار. ما نعتبر هذا التقرير، شفنا شيء حلو فحبيناكم تشاركونا بمشاهدتها. هنا عندنا هذا البستان مال الكرز، هذا الكرز، هذه فاكهة أخرى اللي مثل العنجاص. هسه شوف لي خلي أتأكد. هنا هذا نوع آخر من الكرز الأسود، هذا الكرز أيضا. هذا هنا أشجار الجوز، هذا الصوت اللي سمعناه صوت الأبقار. أخاف أحد من الصورة هيك وأجيب لها بشوف النوع كله مثل هذا الجوز. اليوم سواحنا ارتقوا ان نزور احد الحدائق حتى يقطفوا الكرز من الاشجار. شوفوا هذا، انا راح اكلها نيابه عنكم. لذيذ جدا، وانا باكل نيابه عنكم. يلا، شلون الحديقه حلوه؟ تجنن والله، تجنن. طيب الكرز هذا، هذا احلى ام دياب خوش. طيب حط هذا اطيب، هذا مدياب اطيب. سوزان ميكشن زي سور ميكاري جان انت ايش كتب؟ اس 7 ها 7 ولا ما عندك كتب؟ هذه المنطقه طبعا تكثر بها زراعه الكرز والتفاح ايضا، لكن هذا البستان بصراحه ما فيه تفاح، ما شفنا. هنا هذا كرز اخر، نوع اخر من الكرز. شلون عنده بالعراق لما ناكل التمر ونرمي النوى، المكان اللي يوقع بنوى يطلع شجره التمر او النخله. هنا في ارمينيا الارض اللي تسقط عليها العجواية او نوى الكرز تطلع شجرة كرز، وقع مشمش يطلع مشمش. هذا فاكهة اخرى اسمه روزين، هذا طبعا ما يطلع بكل مكان، هذا يسووها مربيات. شو اسمه هذا؟ شو اخمانيوت. شو اخمانيوت؟ اخمانيوت هذا بصير ازرق شوي. كرز اخر، الكرز الاصفر. ها احنا عندنا هذا شجرة التوت، هم ناكلها نيابة عنكم. هنا أيضا نشوف الكرز عارضين للبيع. هذا هذا عبارة عن فواكه مجففة، سجق وداخله جوز. هذه أنواع الفواكه ومربيات اللي معلبيها في أرمينيا. وهنا فواكه مجففة أيضا بالعلاقة.